ديالنا كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم الزميطه ديالي، خليكم مع المقادير وطريقه التحضير ديال السر ديال الزميطه ديالي اللي غنشارك معكم اليوم. السلام عليكم الحبايب ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله، نتوما الاهل الاحباب ديالكم. اليوم كما كتشوفوا طول العمر لكم ولوليداتكم، ويبلغنا ويبلغكم رمضان بخير وعلى خير، لا فاقدين ولا مفقودين. اليوم كما كتشوفوا انا تنحرق هكا الطحين، اول تحضيرات رمضان، سيدنا رمضان الله يوصل لنا بخير وعلى خير. هانتوما كتشوفوا كنحرق الطحين، درنا العواد. هادشي يا البنات كما كتشوفوا بلدي صراحه وصحي ولين عينيا، حال تما هي حاله. هانتوما كما كتشوفوا دابا كنحرق الطحين، درنا جوج كوكوتات، هي كنحرق، المراه كتعاوني في هادي وانا دايره ديالي هنا. ايوا تنشارك معكم الزميطه ديالي ونشارك معكم التحضيرات اللي غادي ندير كلهم. ونسالي التخويض، هي فين درتها البنات كما كتشوفوا، ها هو هنا دابا حمرته صافي. عندي هنا 3 كيلو، ودايره انا 5 كيلو ديال الدقيق، حيت غادي ندير زميطه زايده ان شاء الله يا ربي. هذا ديال صاحبتي وهذا ديالي هما كما كتشوفوا، ونتمنى رمضان يدخل عليكم بصحيحه والسلامه ولهنا، وناكلوا وداكلوا هاد الزميطه بصحيحه والسلامه باش تمنيتو ان شاء الله. وخليكم معايا حتى لنهايه الفيديو، غادي نشارك معكم الزميطه ديالي ان شاء الله، خليكم معايا وما تمشيو فين. بسم الله توكلنا على الله. اليوم غادي نقدم لكم المقادير ديال الزميطه ديالي اللي غادي نشارك معكم في هاد الشهر الكريم، في هاد الشهر المبارك، في هاد الشهر اللي غادي يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة وباش تمنيتو، ومع الغياب ديالي عليكم عدنا والعودة حميدة إن شاء الله يا ربي. غادي نرجع معكم بالفيديوهات ديالي ونشارك معكم اليوميات ديالي في هاد رمضان إن شاء الله يا ربي. وكما كتشوفوا هذه هي البداية ديال التحضيرات ديالنا اللي غادي نحضروا اليوم، نديرو الزميطة سلة ولا سوا كل منطقة وكيف كتسميها. اليوم غادي نقدمكم المقادير اللي غادي ندير في السلو ديالي. أول حاجة عندي هنا جوج كيلو ديال الكاوكاو مقشره وقليته في ديك الزيت اللي غادي نخوط به الزميطه. عندي هنا جوج كيلو ديال اللوز بالقشور، عندي هنا كيلو مقشر، عندي كيلو ونص ديال الجنجلان كما كتشوفوا، الجنجلان مازال البنات غنزيد شويه. عندي النافع حبه الحلاوه، هانتوما كتشوفوا ربعه صغيره تنحسبوها حنا في المغرب ربعه صغيره. عندي هنايا جوج قبيصات ديال المسكة الحره، عندي زريعه الكتان، عندي الزبده على شكل نوازير كما كتشوفوا هي على شكل نوازير، عندي قبيصه ديال الملح، عندي شويه ديال العسل الحره واحد جوج معالق، عندي الزيت اللي قليت فيه هاد اللوز هذا وهاد الكاوكاو، عندي السكر كلاصي واحد كيلو هنايا وانا على حسب الذوق، الكوزه اللي بغى يديرها يديرها، عندي شويه ديال القرفه واحد المعلقه ديال القرفه ما حطيتهاش معكم، عندي الطحين ديالي اللي سبق لي وحمرته معكم، ها هو كيف تشوفوا على هاد الشكل هذا حمرته، دايره هنا 4 كيلو تقريبا، خرجوا لي واحد كنت دايره 5 كيلو ولاني واحد الشكل خرج فيه ديك الحبيبات كنحيدو واحد الكيلو، كيبقى لنا 4 كيلو على قدر هذا القوام اللي غادي ديروه البنات. جوج كيلو ديال الكاوكاو، 3 كيلو ديال اللوز، كيلو ونص ديال الجنجلان، على حساب كنديرو قد الطحين قد القوام اللي غادي نديرو ان شاء الله. والزيت على حساب الخليط اللي بغيتو نتوما، انا الزيت باش كيطيب لي مزيان كنقلي فيه اللوز والكاوكاو تنغسلو ونمسحو ونقلي في الزيت باش كيولي اللوز الزيت طايب مزيان البنات. وقبيصه ديال الملح على حسب الذوق. وهذو هما المقادير ديالي اللي غادي نشارك معكم، وخليكم معايا نطحن المقادير في الميكسور ونرجع معكم ان شاء الله يا ربي. اللوز البنات انا دابا كندير السكر، السكر على حسب الذوق، انا غندير كيلو ولا خاصني غادي نزيد، هو تيكون هاد الشيء خصو كيلو ونص، واللي ما كيبغيش الحلاوه صافي بركه هذا الكيلو. انتما غادي ندير دابا شويه ديال القرفه اللي ما حطيتهاش معكم، ندير الزبده ديالي، الزبده بعد ما بردت. هانتوما انا عندي البانيو صغير، هانتوما نبقى نخلطها شويه بشويه، وهي كتنزل حتى نخلطها مزيان ونفرقها في جوج بانيوات باش غادي نعجنها مزيان. هانتوما غادي نعجنها ونرجع معكم، غنكب دابا الزيت شويه بشويه ونرجع معكم بعد ما طحنت اللوز وطحنت كلشي. غادي نعجن دابا نخلط هادشي مزيان ونرجع معكم ان شاء الله، خليكم معايا ما تمشيو فين. هذا هو الشكل ديال الزميطه ديالنا الحبايب ديالي، ها هو بعد ما خلطتها مزيان، شوفوا كي طلعت صراحه ما شهيتكم فيها. ونتمنى لكم رمضان كريم، ونتمنى لكم رمضان مبارك، والله يلحقنا ويلحقكم رمضان بخير وعلى خير،
والله يشفي فيها جميع المرضى ويرحم فيها جميع الأموات يا رب العالمين، وجعلنا من الصيام والقيام، ويثبتنا فيه الأعمال ويثبت لكم. دابا هذه هي الزميطه ديالي، بغا نزينها فواحد الطبيصله ونوريكم الشكل ديالها كيطلع الحبيب ديالي. هذه هي الزميطه ديالنا الحبيب ديالنا كما كتشوفوا، نتمنى تعجبكم وتنال الاعجاب وتكون حصتنا ديال المتتبعين والمتتبعات ديالي اللي كيشاهدوا ام فاطمه زهراء. ومرحبا بكم والف مرحبا، وتنقول لكم مبروك عواشركم والف مبروك. نتمنى هاد العواشر يدخلوا عليكم بصحه والسلامه، وباش تمنيتوا طولت العمر يا ربي. ونتمنى لكم الصيام والقيام. كتشوفوا الحبيب ديالنا هذا هو الشكل النهائي، نتمنى يعجبكم وينال الاعجاب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو جديد ويوم جديد، الى بقى العمر، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.